بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات المنظمة لهذه الأنشطة العلمية بمناسبة الأشهر الحرم، وعلى رأسها المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور ومختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالناظور، على انتدابهم لي للمشاركة في سلسلة محاضرات المنتدى الافتراضي للمجلس العلمي المحلي بإقليم الناظور في نسختها الخامسة، قد عنونتها بمناسك الحج ودلالتها على تعظيم الله تعالى. والفكرة المحورية لهذه المحاضرة أنها تناقش قضية محورية تتمثل في بيان فلسفة مناسك الحج الدالة على تعظيم الله تعالى، رداً على بعض مثيري الشبه حولها. وتهدف المحاضرة إلى بيان الهدى القرآني في مناسك الحج من خلال سورة الحج، واستنباط الأسرار الدالة على تعظيم الله تعالى من خلال المناسك، ثم رد الشبه المتعلقة بمناسك الحج عند بعض المشككين ببيان دلالة هذه المناسك على تعظيم الله تعالى. وتكمن أهمية البحث في مثل هذه الموضوعات أنها تجلي مسألة مهمة، ولا سيما في هذا العصر الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات الشانئة والتي تريد النيل من ثوابت الأمة وتستهدف بالخصوص مناسك الحج فتعريها من التعظيم لله تعالى وتلبسها وصف الوثنية وتتهم الحجاج بتضييع المال في طقوس بائدة حسب زعمهم. لذا وجب الرد عليهم بالحكمة، دعوة لهم إلى الحق الذي وجب اتباعه والهدي الذي لزم الاستمساك به فيما يخص الحج ومناسكه. واعتمدت في هذا منهجا قائما على الوصف والتحليل لتحرير خطة تنبني على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. فأما المقدمة فأشرت فيها إلى إشكالية البحث وأهميته والمنهج المتبع في بنائه وخطته، وأما المطلب الأول فبينت فيه المنهج القرآني في التعامل مع منكري ربانية المناسك، والمطلب الثاني ذكرت فيه جملة من أسرار مناسك الحج ودلالتها على التعظيم، والمطلب الثاني أوردت فيه بعض شبه المنكرين لدلالة المناسك على التعظيم الإلهي وقمت بالرد عليها، والخاتمة جعلتها حيزاً لاختصار ما جاء في هذه المحاضرة وتسجيل نتائجها والآفاق المنبثقة عنها مع ذكر التوصيات فيما يخص الحج ومناسكه. واعتمدت في هذا منهجاً قائماً على الوصف والتحليل لتحرير خطة تنبني على مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. فأما المقدمة فأشرت فيها إلى إشكالية البحث وأهميته والمنهج المتبع في بنائه وخطته، وأما المطلب الأول فبينت فيه المنهج القرآني في التعامل مع منكري ربانية المناسك، والمطلب الثاني ذكرت فيه جملة من أسرار مناسك الحج ودلالتها على التعظيم، والمطلب الثاني أوردت فيه بعض شبه المنكرين لدلالة المناسك على التعظيم الإلهي وقمت بالرد عليها، والخاتمة جعلتها حيزاً لاختصار ما جاء في هذه المحاضرة وتسجيل نتائجها والآفاق المنبثقة عنها مع ذكر التوصيات. المطلب الأول
الهدي القرآني في التعامل مع منكري ربانية المناسك من خلال سورة الحج. جاء في سورة الحج ما يدل على أن الله تعالى خلق الخلائق وجعلهم كلهم أهل سجود وتسبيح له، باستثناء الإنسان الذي ترك له الحرية في ذلك، فمنهم الساجد ومنهم المستكبر عن عبادته. ولذلك قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فهو سبحانه أشار إلى هذه الكائنات كلها، السماوات من في السماوات ومن في الأرض، وذكر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لكن لما أتى إلى ذكر الإنسان ذكر أن كثيرا من الناس يسجدون له ويعبدونه، ولكن كثيرا منهم أيضا حق عليه العذاب. فإذا فمن سبح وشكر جزي بالجزاء الأوفى، ومن طغى وتجبر حق عليه عذاب الدنيا بالعيشة الضنكة وعذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى. ومن أركان العبادة في الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام الذي أوجبه الله تعالى على كل من استطاع إليه سبيلا، وشرع لأجل تحقيق مقصد عظيم وهو مقصد تعظيم الله تعالى. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإفراد الله تعالى بالعبودية والإخلاص في ذلك تعظيم لله تعالى. وفي سورة الحج كثير من الهدايات القرآنية التي تبين لنا طريقة التعامل مع منكري التعظيم الإلهي من خلال مناسك الحج الذين قال في شأنهم الله جل جلاله: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وجاء التوجيه الرباني في شأن المجادلين في مناسك الحج ونسكه بالنهي عن الخصام معهم والدعوة إلى الله تعالى ببيان الهدايات المستنبطة من هذه المناسك. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. والسبب في ذلك أنهم يجادلون في الله بغير علم ولا هدى. لماذا؟ لأنهم عمدوا إلى المقارنة العارية عن الدليل والحجة، ذلك بأنهم اتبعوا شبهات بعض مناسك الحج، أو لأنهم شبهوا بعض مناسك الحج بعادات وطقوس كانت في الجاهلية وعند اليهودية والنصرانية، وتلك مقارنة غير واقعية وعارية عن الدليل والحجة. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ذلكم بأن الشيطان هو الذي يقذف في روع الإنسان مثل هذه الخواطر ومثل هذه الشبه. وقال سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وجعل سبحانه الاستهانة بهذه النسك انتهاكا لحرماته سبحانه وضربا في التعظيم الخاص به جل جلاله. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن يردد هذه الأفكار من المنكرين ومقلديهم فإنه يعتبر صادا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. قال سبحانه: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله
ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا التكذيب كما جاء في سورة الحج أيضا سنة الله في خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال في تأكيد مصير هؤلاء في الأخرى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ولو تفكر هؤلاء وراجعوا أهل التخصص واستعملوا عقولهم لما عميت أبصارهم عن إدراك الحقيقة واتباع المنهج السديد. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد اقتضت سنة التدافع أن ينصر الله عباده المعظمين لحرماته، فقال جل من قائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذه الآيات البينات من سورة الحج التي وردت في سياق الحديث عن مناسك الحج جاءت لتحفز المؤمنين على الثبات وعلى التشبث بحرمات الله تعالى وتعظيمها، وعدم الالتفات إلى المكذبين والمنكرين الذين اتبعوا شبها عقلية وحسية صرفتهم عن رؤية الحق وحجبتهم عن أنوار المعرفة وأسرار الحكمة الإلهية من تشريع مناسك الحج، والتي سيأتي ذكرها في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى. المطلب الثاني: جملة من أسرار مناسك الحج ودلالتها على التعظيم الإلهي. سأذكر بعضا من هذه الأسرار لأن الوقت لا يكفي، وربما إذا طبع ونشر هذا البحث فسيكون للمطلع عليه بعض من التفصيل في ذلك. دلالة السعي إلى بيت الله الحرام على تعظيم الله تعالى. الحاج لا يقصد الحج إلا شوقا، هذا الشوق دليل على تعظيم الله عز وجل ودليل على محبته سبحانه. فربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه، فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا الحج. دلالة الإحرام على تعظيم الله تعالى. الإحرام يقصد به إقامة البرهان على صدق النية والتوجه إلى الله تعالى بالكلية وبالمشاعر. أما ثوب الإحرام الذي يلبسه الحاج على اللحم ويشترط ألا يكون مخيطا، فهو رمز للخروج عن زينة الدنيا وللتجرد التام أمام حضرة الخالق سبحانه، تماما كما نأتي إلى الدنيا في لفة ونخرج من الدنيا في لفة وندخل القبر في لفة. فهذا الامتثال لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة دليل على تعظيم حرمات الله تعالى، ودليل على يعني تعظيم الله عز وجل. دلالة النظر إلى الكعبة المشرفة على تعظيم الله تعالى.
يقول أبو حامد الغزالي: أما وقوع البصر على البيت فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب، ويقدر كأنه يشهد، كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه إياه. والآن دلالة التواجد برحاب البيت العتيق على تعظيم الله تعالى. في رحاب هذا البيت الكريم قبلة الجميع تكون النفوس أكثر استعدادا، تكون النفوس أكثر استعدادا لاستشعار معاني الأخوة والتعاون، فيصبحون بهذا الاجتماع وبهذا التعارف إخوة متآلفي القلوب، متحدي الكلمة، متضامنين حسا ومعنى، متمسكين ومستمسكين بحبل الله. فالحج مؤتمر إسلامي جليل، ومجتمع للقادة حافل، ومجتمع للقادة حافل في مهبط وحي السماء على أساس من النور الإلهي والهدي المحمدي، وفي ذلك تتجلى مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ومتنوعين مختلفين ذو بطون مختلفة وشعوب متنوعة، ومع ذلك يجتمعون في صعيد واحد، يتوجهون إلى القبلة نفسها ويتواصلون فيما بينهم، وكلهم موحدون لله تعالى، معظمون لشعائره. دلالة الطواف على تعظيم الله تعالى. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف مظهر من أهم المظاهر المعبرة عن محبة المؤمن لله تعالى. فالمحب مشتاق ومولع بكل ما له صلة بمحبوبه، والكعبة هي بيت الله، وقد أضافها الله إليه تشريفا في القرآن. فالطواف مثل الصلاة، لذلك ينبغي أن يحضر القلب فيه، أن يحضر القلب في هذا الطواف حضورا يستحضر التعظيم الإلهي والخوف والرجاء والمحبة. فالطواف إذن هو طواف القلب بحضرة الربوبية، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر، وهي عالم الملكوت. كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر، وهو في عالم الغيب. دلالة السعي بين الصفا والمروة على تعظيم الله تعالى. إن السعي بين الصفا والمروة فيه دلالة على اللجوء إلى الله تعالى في كشف الضر وغفران الذنوب، لأنه في ذلك الموضع كشف الضر عن هاجر وولدها إسماعيل. دلالة الوقوف بعرفة على تعظيم الله تعالى. الوقوف بعرفة موقف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض. وفي هذا الوقوف وفي هذا الضجيج من الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والتلبية ما يعيد الحياة إلى القلوب الميتة، ويحرك الهمم الفاترة، وينبه النفوس الخامدة، ويشعل شرارة الحب والطموح التي انطفأت أو كادت تنطفئ، ويجلب رحمة الله تعالى، ويكفر الخطايا. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة. دلالة رمي الجمار على تعظيم الله تعالى. وأما رمي الجمار فالمقصود به الانقياد
للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. ذلك لأن الله تعالى جعل هذا الرمي محسوسا مع نزغ الشيطان لك بعدم الامتثال، فإنك إذا أرغمته أدى ذلك إلى تعظيم الله تعالى في نفسك وإخضاع الشيطان، فلا يصدنك عن الامتثال لأوامر الله تعالى. دلالة ذبح الهدي على تعظيم الله تعالى. وأما ذبح الهدي فإنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال، فلا يكتمل الهدي إلا إذا كان وافيا، وكان المقصود به وجه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المطلب الثالث: دفع بعض الشبه المنكرة لدلالة المناسك على التعظيم الإلهي. يثير الكثير من المشككين في الإسلام شبهات حول مراسم الحج ومناسكه، معتبرين أنها من بقايا الوثنية ومخلفات الجاهلية، وهذه الشكوك إنما تنبع من جهلهم بمناسك الحج وما ترمز إليه هذه العبادة من معان وأهداف سامية لا تمت إلى الوثنية بصلة ولا إلى الجاهلية بسبب. وتلك المعاني هي التي تحدثت عن بعضها في المطلب الثاني. ومن الشبهات التي أثارها بعض المستشرقين حيال خلو مناسك الحج من التعظيم الإلهي ما يلي: مناسك الحج عادة قديمة عند العرب، وفي هذا يقول المستشرق فير: ولكنه، يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجد الحج إلى الأماكن المقدسة متأصلا في نفوس العرب لا يستطيع له دفعا، وكان قصاراه ألا يبقي من بيوت العبادة إلا على بيت واحد جعله بيت الله الواحد. ويؤكد هذا الأمر الهولندي فينسينك المستشرق الهولندي فينسينك المعروف، فيقول: لم تكن نظرة النبي إلى الحج واحد على الدوام، فلا بد أنه اشترك كثيرا في مناسكه وهو حديث، أما بعد دعوته فقد كانت عنايته قليلة أول الأمر بالحج، فلم يرد ذكر الحج في السور القديمة، ولا يبدو من المصادر الأخرى أن النبي اتخذ خطة محددة حيال هذه العادة الوثنية الأصل. وذهب المستشرق بوهل إلى القول: ورمي الجمرات شعيرة أخذها الإسلام عن الوثنية، فلم ينص عليه صراحة في القرآن، ولكنها ذكرت في سير النبي وفي الحديث. من الشبهات أيضا مناسك الحج أثر لفكرة جاهلية. يقول فينسينك: إن الوقوف في سهل عرفات من أهم مناسك الحج، فالحج بدون الوقوف باطل في الإسلام، وإنما يفسر هذا الأمر بأنه أثر لفكرة جاهلية. ومن خلال هذه الشبهات يتبين أن القوم في الحقيقة ينكرون الأصل التشريعي للحج ومناسكه، ويحاولون ربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من تأليفه باستمداده
ذلك من عادة وثنية، وليس ثمة تعظيم لله بل تعظيم للحجر في جميع المناسك. الطواف حول الكعبة يعتبرونه مكعبا حجريا، وتقبيل الحجر الأسود يقارنونه بتقبيل العرب لأصنامهم، والسعي بين الصفا والمروة إنما يكون من حجر إلى حجر، والوقوف بعرفة يتم على صعيد جبل مقدس وهو حجر، وترمى الجمرات إلى معلم حجري. هذه الأعمال الظاهرة شبهها المستشرقون والمنكرون بأعمال وثنية، وأزالوا عنها صفة التعظيم لله تعالى، وهذه المقارنة قاصرة ويعوزها الدليل. فليس ثمة وثنية على الإطلاق في كل ما ذكروه، فلا القلوب متجهة إليها كونها صخورا وحجارة، ولا النفوس تشد إليها لنفس السبب، وإنما استجابة لأمر الله تعالى. وهذه الرموز تبقى حية مع الإنسان حتى يفقهها ويعيشها، فتشد قلبه وتجذب نفسه إليها فيتعلق بها ويهواها. وهل بعد ذلك نقول إنها وثنية؟ ثم إن المغزى من هذه المناسك ودلالتها على التعظيم الإلهي لا تدرك بالعقل، بل تدرك بالإيمان والانقياد التام لله رب العالمين. وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي: فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها. إلى أن يقول: فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. في خاتمة هذا الموضوع أقول بأن الإسلام قائم على فلسفة تشريعية هادية، وأن مناسك الحج تتضمن أسرارا تناولها العلماء في كتبهم، منهم أبو حامد الغزالي وولي الله الدهلوي وعبد الفتاح طبارة ومصطفى محمود وابن القيم قبلهم ابن القيم الجوزية، وكذلك كثير من العلماء الذين اهتموا بمقاصد الشريعة وبأسرار الشريعة، فبينوا كثيرا من الحكم وراء كل منسك من مناسك الحج، سواء اتضحت أسرارها أو لم تتضح الحكمة من تشريعها. وأن السبيل إلى هداية الناس ودعوة الناس إلى بيان وجه تعظيم الله تعالى من هذه المناسك إنما يرتبط بالهدي القرآني. فإن كنت قادرا على الجدال بالتي هي أحسن ودعوة هؤلاء إلى طريق الحق فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا تجادل، ولا ينبغي
أن ينازع عنك في الأمر أي أحد من هؤلاء الذين يلفتونك عن الحق. ومن التوصيات التي أوصي بها الباحثين زيادة الاشتغال في هذا الموضوع ردا على هذه الشبهات بالأدلة والأمثلة الواضحة، ذلكم بأن توضيح كل شبهة والرد عليها بأمثلة واقعية تؤدي إلى يعني زيادة الاهتمام وزيادة الانتباه إلى هذا الموضوع، وكذلك يؤدي إلى الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة وبالتي هي أحسن. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأعتذر لكم عن الإطالة التي لم أكن أقصدها، إنما وقعت فيها رغما عني، مع أني لم أوفي الموضوع حقه. ويبقى الأمر للنقاش وإلى القراءة في الكتاب المنشور إن شاء الله تعالى. وشكرا وجزيلا لكل المتتبعين وللهيئات المنظمة وعلى رأسها المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور ومختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالناظور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.